وتحية لك ولكل مشاهدي قناة النهار عبر هذا البث المباشر والحصري مباشرة من ملعب مانديلا الوطني قبل مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الأوغندي برسم الجولة الرابعة من تصفية كأس العالم 2026. مثلما تشاهد أجواء كبيرة والجماهير الأوغندية بدأت في التوافد على الملعب في أماكنهم، لكن قبل ذلك أجواء رائعة يخلقها المناصرون هنا، رقصات إفريقية يعني الكل موشح بالألوان الأوغندية الصفراء الحمراء والسوداء هنا، والحضور الجماهيري مرتقب أن يصل إلى 40 ألف متفرج في هذا الملعب الذي أعيد افتتاحه قبل 3 أيام فقط لما احتضن مباراة المنتخب الأوغندي ونظيره البوتسواني. اليوم هي ثاني مباراة يحتضن هذا الملعب الذي عُد للنشاط بعد 5 سنوات كان مغلقا. مثلما تشاهد يعني كل هنا بالأصفر والأحمر والأسود يعني ألوان المنتخب الأوغندي، الكل يعني موشح بالأعلام الأوغندية وتمهيدا لوصولهم للمدرجات وحجز أماكنهم، يعني جمهور غفير ومعتبر سيسجل حضوره بالمباراة، خاصة أنها مباراة ثأرية نوعا ما للمنتخب الأوغندي الذي انهزم في آخر مواجهة أمام المنتخب الوطني العام الماضي بجابوما بدوال الكاميرونية برسم تصفية كأس إفريقيا. وأيضا لا ننسى أن المنتخب الأوغندي أقصي من كأس إفريقيا الماضية بسبب تعادل المنتخب الوطني ونظيره التنزاني. كل هذه الأجواء وأيضا فوز المنتخب الأوغندي تجعلنا نترقب مباراة كبيرة اليوم بين المنتخب الأوغندي ب6 نقاط ونظيره الجزائري والآخر ب6 نقاط رفقة الموزمبيق وأيضا غينيا في هذه المجموعة. خص التشكيلة الوطنية طبعا الكل يتساءل هل سيحدث بيتكوفيتش تغييرات جذرية أو جزئية على تشكيلة المنتخب الوطني مقارنة بلقاء غينيا، خصوصا بعد الأداء الباهت الذي ظهر به المنتخب الوطني في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي أمام المنتخب الغيني، وخصوصا في الشق الدفاعي الذي يعاني فيه كثيرا المنتخب الوطني في المباريات الأخيرة. أكيد زميلي، أكيد أنه خاصة المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية اليوم أمس جرب العديد من الخطط الدفاعية والعديد من الثنائيات وحتى الثلاثيات، يعني في المباراة التطبيقية لعب بمدانك مدافع محوري على اليسار وعلى الجهة اليمنى بالعيد كمدافع محوري بالعيد، وفي الوسط ماندي يعني بثلاث مدافعين في وسط الدفاع إضافة إلى عطال على الجهة اليمنى وأيت نوري على الجهة اليسرى، وبعدها لعب بثنائية بالعيد وماندي وجيتون وأيت نوري، يعني جرب تشكيلتين في الدفاع لا ندري من سيعتمد عليها، لكن الأقرب أنه سيلعب بثلاث مدافعين في المحور إضافة إلى تحرير يوسف عطال ورين نوري للمشاركة في العمل الهجومي بشكل أكبر. هناك أيضا إسماعيل بن ناصر وحسام عوار من المنتظر أن يأخذ مكانهما في وسط الميدان إضافة إلى محمد الأمين عمور الذي سيكون أساسيا هو الآخر في الهجوم، وأيضا زغبة سيكون في حراسة المرمى. هذه هي أبرز التغييرات التي أجراها الناخب الوطني فلاديمير بوتكوفيتش خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وسيعلن عن التشكيلة الأساسية في الفندق للاعبين في حدود الساعة 4:30، يعني ساعتين ونصف قبل بداية المباراة قبل الانطلاق من مقر إقامة المنتخب الوطني إلى هنا ملعب مونديلا الوطني الذي يبعد بحوالي 15 كيلومتر، يعني مسافة 40 دقيقة إلى 45 دقيقة في الحافلة، خاصة أنه اكتظاظ شديد تشهده مدينة كامبالا التي تعج بالسكان حوالي 6 ملايين نسمة تقطن هذه العاصمة، وحركة السير كثيفة وكثيفة جدا بما في ذلك الدراجات النارية. ولا تنسى زميلي كمال، يعني في الماضي القريب المنتخب الوطني فاز على منتخب أوغندا بتشكيلة يعني احتياطية، تذكروا جيدا أنه شارك بالعيد زين الدين بالعيد ورامي بن سبعيني في وسط الدفاع، شارك أيضا هيثم لوصيف، أيمن محيوس كان كقلب هجوم. كانت أول مباراة لحسام عوار كأساسي هنا، ليس هنا يعني ضد المنتخب الأوغندي، لعب أيضا شيتا، لعب أيضا بالقبل العديد، يعني هناك نتذكر أن الناخب الوطني جمال بن ماضي كان متأهلا وجرب اللاعبين الاحتياطيين وفازوا على منتخب أوغندا الذي لا يبدو يعني ذلك المنتخب القوي والذي يخيف المنتخب الوطني.
الوطني. نعم، شاهدنا في صور يوم أمس خلال الحصة التدريبية كمال ناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش حفز اللاعبين حتى باللغة الفرنسية مفهومة إلى حد كبير، وكأنه يوجه رسائل بالنسبة للاعبين، خصوصا أنه في الندوة الأخيرة كان قد تحدث عن مشكل تواصل بينه وبين اللاعبين في تشكيلة منتخب الوطن. لا هو يتقن، يعني انت تعرف انه اللغه الايطاليه قريبه نوعا ما الى اللغه الفرنسيه، هو يتقن يعني الخطاب الكروي لانه خطاب عالمي، يعني بعض الكلمات الحماسيه والخطاب ويعني مباشره مع اللاعب يتقن هذه، يتقن اللغه، يتقن التواصل، لكن لا يجيد اللغه الفرنسيه مثل مما يسمح له بالتواصل مع وسائل الاعلام مثلا او اناس اخرين، لكن لغه كره القدم يستطيع ان يشرحها للاعبين وخططه التكتيكيه اكيد بالاستعانه بنفسه وايضا بالاستعانه بمساعديه في بعض الاحيان اذا كان هناك يعني سوء فهم او مشكل، ولذلك شاهدنا انه يتواصل بشكل عادي مع اللاعبين وحتى مع جميع اعضاء الطاقم الفني او اعضاء الاتحاد الجزائري لكره القدم بلغه فرنسيه مفهومه الى حد كبير، خاصه انه رغم غياب وسائل الربط يعني لا كونجيزون لكنه بدا في تعلم اللغه الفرنسيه. نتمنى ان يفوز اليوم حتى يواصل مع المنتخب الوطني في رحلته نحو كأس العالم 2026. إن شاء الله. طبعا سؤال أخير كمال فيما يخص الأجواء المناخية هناك في حدود الساعة الخامسة، كيف ستكون الأجواء المناخية؟ هل الحر شديد جدا، نسبة الرطوبة كيف هي الأجواء؟ لا أجواء يعني مناخية رائعة، يعني حتى أنه الجو أحسن من الجزائر، نحن اليوم هنا لا توجد رطوبة يعني حوالي 65 درجة الحرارة في هذا الوقت راهي 23 درجة، منتظرة حوالي 22 درجة في توقيت المباراة، أيضا هي كلها عوامل في صالح المنتخب الوطني، أنه مناخ غينيا أوغندا هو مناخ استوائي، تهاطل الأمطار في الصبيحة اليوم لم تتهاطل الأمطار لكن يوم أمس كان هناك تهاطل للأمطار، لذلك أن المناخ اليوم وحتى أرضية الميدان في صالح المنتخب الوطني رغم أن الضغط يكون عليه كبيرا من الجماهير الأوغندية الحاضرة هنا نعم، شكرا جزيلا إذا الكمال مهوي مبعوث قناة نهار إلى كامبالا أمام ملعب نيلسون مانديلا الوطني، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام نواصل.